تماس للترجي. سامح الدربالي يلعب التماس مع خالد المولهي. طويله الكره الى ديدي ليبري، ديدي ليبري، ديدي ليبري، ديدي ليبري، والهدف الاول للترجي، الهدف الاول للترجي، ديدي ليبري يصبح الاول في ترتيب الهدافين ب 13 هدف. ديدي ليبري اللي ربما ما لقاش النجاعه نتاعو، وخاصه ربما ما لقاش التناغم مع خط الهجوم بمجهود فردي، يتجاوز لاعب ثم ينطلق ديدي ليبري ويغلط الحارس لطفي السعيدي. رغم الاداء الممتاز لحارس ابن خلاد اليوم، لكن ديدي ليبري في اول ظهور لي مع الترجي يسجل الهدف الاول، يصبح ديدي ليبري احسن الهدافين الى حد الان وحده في المرتبه الاولى ب 13 هدف، يليه يعني جوزيف يانيك نيونغ ب 12 هدف، ومعاهم يوسف المساكي.